أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك اللهم من الذنوب والخطايا ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك. سبحانك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. نستغفرك اللهم من الذنوب والخطايا ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم لا تدع لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عاصيا إلا تبت عليه، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا فككته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقه من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه.
اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، واجعل آخر كلامنا من الدنيا هو لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ارحمنا إذا غسلونا، وارحمنا إذا ما كفنونا، وارحمنا إذا ما على الأعناق حملونا، وارحمنا إذا ما في التراب وضعونا. يا رجاءنا، يا رجاءنا، إذا غلقت الأبواب وفارقنا الأهل والأحباب وصرنا تحت التراب، يا رجاءنا، يا رجاءنا، يا رجاءنا، وما لنا من رجاء سواك. عبادك غيرنا كثير، وليس لنا رب سواك. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي. اللهم انصرنا بنصرك العظيم، اللهم انصرنا بنصرك العظيم، اللهم انصرنا بنصرك العظيم. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا ندرأ بك في نحور الظالمين، ونعوذ بك من شرورهم أجمعين. اللهم اهزم الباطل وجنده وأنصاره، اللهم اهزم الباطل وجنده وأنصاره، اللهم انتصر لأوليائك، اللهم انتقم من أعدائك، اللهم انتقم من أعدائك، اللهم اجعل كيد الظالمين في ضلال، واجعل مكرهم يبور، واجعل مكرهم يحيق بهم، فلا يحيق المكر السيء إلا بأهله. اللهم انصر الحق وأهله وأعوانه، واهزم الباطل وجنده وأنصاره. اللهم انصر المستضعفين المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في بورما ومالي، وفي العراق وفلسطين، وفي أفغانستان وسوريا. اللهم فرج كرب إخواننا في سوريا، اللهم ردهم إلى بلادهم غانمين سالمين. اللهم انتقم من بشار المجرم وأوليائه من المجرمين. اللهم عليك بطواغيت الأرض أجمعين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم سلط عليهم جنودك التي لا يعلمها إلا أنت، إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، واستجب لدعائنا، ولا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تفرق إخواننا في القاهرة إلا وهم منصورون. اللهم لا تفرق إخواننا في القاهرة إلا وهم مؤيدون. اللهم لا تردهم خائبين. اللهم لا تخذلهم يا رب العالمين. اللهم وفقهم بتوفيقك، وأيدهم بتأييدك. اللهم أيدهم
وأيدهم بجنود من عندك يا قوي يا عزيز. اللهم لا تردهم خائبين، اللهم لا تردهم خائبين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.